الخير، أنا اسمي جوز سعد، عمري 12 سنة، من متوسطة إشبيلية للبنات. أنا بالصف الثاني متوسط، اشتركت ويا منظمة لتعليم الفتيات ريادة الأعمال، وسويت مشروع ساعات تعليمية بتكون من نوعين، ساعة تعلم الأطفال أجزاء الساعة والمساحة اللي تأخذها دقائق الساعة، وساعة ثانية تعلم الأطفال قراءة الوقت. أنا استخدمت تطبيق الأوتوكاد لتصميم الساعات، ونفذتني بجهاز CNC ماشين. مشروع يستهدف الأطفال من عمر 5 سنوات أو 4 سنوات إلى 9 سنوات أو إلى أي فئة عمرية، يعني تعليم ساعة تعليمية، يعني تعلمهم قراءة الوقت وأجزاء الساعة والمساحة تأخذها دقائق الساعة. هاي الساعة تعلم الأطفال أجزاء الساعة والمساحة تأخذ دقائق الساعة، يعني 5 دقائق تأخذ 5 ساعة، و30 دقيقة تأخذ نصف مساحة الساعة، و60 دقيقة تأخذ مساحة الساعة كاملة، والثلث ساعة تأخذ ثلث مساحة الساعة. الفكرة مالتي جتني من أخوي، اكتشفت إن أخوي ما يعرف يقرأ الساعة، وأنا أحب الرياضيات والأرقام، فاختاريت هذا المشروع. خلال الدورة تعلمت استخدم تطبيق السكراتش، وهذا التطبيق نستخدم لتصميم الألعاب والبرامج، وأيضا تعلمت برنامج الأردوينو، هذا يعلم يعني يعلم الأطفال أو الشباب شلون يعني يسوون أشياء بالأشياء كهربائية، يعني شلون يسوون روبوت أو شلون يسوون إضاءة أو هيجي. هاي نفس فكرة هاي، بس هاي يعني هنا أنا مثلاً نريد نختبره، نكتب له ورق يعني رقم هنا أو وقت نريد نسويه هو يسوي لي. هاي تعزز الذاكرة الصورية عند الأطفال، وتساعدهم مهارات الرياضيات المتعلقة بالوقت مثل الجمع والطرح والقسمة. هي إحنا مفروض نستلم درس الحاسوب، لأن هذا الدرس راح يصير مهم بالمستقبل، لأن يعني المستقبل راح يصير كله برامج وماكو يعني شيء. يعني أهم راح يصير أهم درس هو درس الحاسوب بالمستقبل. هو تقريبا موجودة بكل مدارس، بس هاي يعني تكون مهمولة، ما حد يفتح الحواسيب بس حاطيهن مثلا، يعني احنا بس ندخل مره كل شهرين. انا انصح البنات انه يفوزون بهيج دورات، دورات برمجيات او رياده اعمال، هذا الشيء راح يفيدهم، وهم راح يعني يستفادون من وقتهم بالعطله، وهذا الشيء راح يضيف لهم هواي اشياء، مثلا ثقتهم بنفسهم، يعلمهم على مجال البرمجيات، مجال ريادة الأعمال. كلمة شكر لأخوي عدنان، لأن هو دائماً يوديني من المحمودية للكرادة بس على هاي الدورة، والأمي والأختي سارة هي اللي جابت هذه الفكرة،